الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القادة هم أساس أي حضارة وأي أمة، ونحن كأمة إسلامية نفتخر بقائدنا وسيدنا وفخرنا ونبينا أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. والآن خير بداية مع كلام الله يتلوه على مسامعكم حنيف عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله السلام. صدق الله العظيم. وفي هذا اليوم نتشرف بضيفنا الجليل الشيخ مسعود بن محمد المقبالي الذي سيحدثنا عن قائدنا وقدوتنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم إننا نحمد الله تبارك وتعالى أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله وجماله وكماله ونواله حمد الحامدين على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك، وأكرمنا بهذا الاجتماع الطيب في هذا الصرح العلمي الجليل مع حملة العلم وباذليه ومع طلبته وسائلين، سائلين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يفتح بنا وأن يفتح لنا وأن يفتح علينا وأن يبارك فينا وأن يبارك منا وأن يبارك لنا وأن يبارك علينا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهذا اللقاء حول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة والقيادة، حول محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو القدوة والقيادة. والكلام عن محمد عليه الصلاة والسلام في القرن الخامس عشر الهجري عندما يتكلم عنه المرء يشعر بجلال وهيبة، ويشعر كذلك بأسى وأسف وحزن. يشعر بجلال وهيبة لأنه يتكلم عن المقام الأقعس والبحر الأقدس والمحيط الأطلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتكلم عن رجل هو أعظم رجل في التاريخ. هذا الكلام أطبق عليه العقلاء من شرق الأرض وغربها في كل الأطياف والديانات والأفكار والتوجهات، أطبقوا على أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم العظماء. مسألة لا يتنازع فيها عقلان ولا يمتري فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان، أن محمداً عليه الصلاة والسلام أعظم رجل أنتجته أرحام النساء عليه الصلاة والسلام. والقرآن كتاب الله الخالد الماجد الذي يذعن لجلال بلاغته البلغاء يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويصف شأنه وشأوه ومقامه ورفعته وعظمته وسموه وسموقه ورقيه وبهاءه وجماله وجلاله وكماله عليه الصلاة والسلام وصفاً تدهش منه ألباب أولي الألباب. القرآن يشهد بعظمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نطق القرآن أخرست الألسن. فالمرء وهو يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم يشعر بهذه المهابة، لأنه يتكلم عن رجل زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى نطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى معجزته فقال وإنه لكتاب عزيز، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكى نساءه فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وزكى أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هو عليه الصلاة والسلام عندما يذكره القرآن بقوله
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا. يعظم عليه الصلاة والسلام ويكبر ويسمق، والله تعالى يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف يعطيك ربك فترضى. وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. محمد عليه الصلاة والسلام عظمه الله إعظاما وبين شأنه وجلال قدره. القرآن سورة كاملة في القرآن اسمها سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما تأتي إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بإذن ربه عن نفسه عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا رحمة مهداة، ويقول أنا سيد ولد آدم ولا ما أقلت السماء ولا أظلت الغبراء رجلا كمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صحيح السيادة كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، كل السيادة لو تجسدت وصارت هيكلا ناطقا لصارت محمدا صلى الله عليه وسلم. السيادة كلها محمد عليه الصلاة والسلام. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إن أتيت إلى شأنه عند الله فهو الشأن الذي سطره الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح خطابه. وإن أتيت له في الجهة الدنيوية صلى الله عليه وسلم سيد بن سيد بن سيد بن سيد بن سيد. يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن لؤي بن غالب بن إيه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عليه الصلاة والسلام سيد بن سيد. يقول أنت جدني أرحام النساء وأصلاب أرحام تناقلني أصلاب الأطهار وأرحام الطاهرات. يقول صلى الله عليه وسلم حتى بعض العلماء لما يمر على قول الله وتقلبك في السائل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يقول لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل في أصلاب الساجدين صلبا بعد صلب أطهر بعد أطهر أنور بعد أنور أغر بعد أغر. وتقلبك في الساجدين يعني في آبائك كانوا سجدا لله أبا بعد كذا يقول بعض العلماء. إذا أتيت في كل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف وجود ساحره. وقد توالت يعني قلوب أرادت أن تعبر عن شأوه وشأنه ونطقت ألسنها انفصاح الصحاح عن شأوه وشأنه ورقيه وسموه صلى الله عليه وسلم فعجز وكلف. من عهد هذا كعب بن زهير يقول بنى السعاد وقلب اليوم مثبول حسان بن ذلك يقول وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني كأنك بنفسك طلبت أن تخلق هذه الخلقة وبإرادتك قال وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم كانت الأسماع التي عرفت قدره إذا سمعته طلبت. جابر بن عبد الله الأنصاري
يقول: نظرت إلى القمر ليلة البدر، ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بوجه رسول الله أجمل من القمر. مش القمر أبدا، ما قمر 14 قمر، لا يساوي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يساوي. نظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت وجهه أجمل من القمر. يقول: كأن الشمس تجري في جبينه. هؤلاء الذين اكتحلت عيونهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا يقول: كأن الشمس تجري في جبينه عليه الصلاة والسلام. والذين سمعوا بأوصافه قرأوا شرح الشفاء للقاضي عياض، وقرأوا سيرة إسحاق والواقد بن هشام، والحلية النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي وابن داود والربيع يقرؤون حليته وصفاته صلى الله عليه وسلم، تدوخ رؤوسهم ويمر بصفاته صلى الله عليه وسلم، ويصفون بالصفات البالغات العظيمات الكبيرات. هذا أحمد بن حسين بن حكم يقول: أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراكا، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباكا، ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناكا، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور سناكا. للبصيري، البصيري نظم قصيدة ميمية رائعة مائعة ذائعة شائعة، لم يعرف تاريخ مديح النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، حتى بعضهم يقول هي البكر التي لم تفض، يعني لم تجار. هذا شاعر يجري ولا يجرى معه، بل هو شاعر يخطب وسط المعمعة. هذا البصيري صاحب البردة، من سمعت رجل رأيته، ما سمعته، رأيته أعجمي، ما عنده في العربية شيء، رأيته أول ما قرأت: أمن تذكر جيران بذي سلمي، أغمض عينيه وتمايل وبكى، كاد أن يصعق. فقط أول ما قيل: أمن تذكر جيران بذي سلمي، قصيدة كتب لها القبول في الشرق والغرب عند العرب والحجر، يحفظها الأعاجم، ولو حتى طلبت القارئ هذا يقراها سينشدها، مقبولة عند الناس. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففاها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومغطرم. يقول الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، متعنا الله بحياته، خمسها الشيخ سعيد، قال في تخميسه لها: أمن تحدر دمع منك منسجم، على فراق حبيب حل في الحرم، فقلت عند امتزاج الدمع بالعلم، أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أم من لواعد أشواق مزاحمة، أحشاء نفس بحكم الحب عالمة، أم من تباريح وجد فيك قائمة، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لرجليك إن قلت اقعدا سعتا، وما لكفيك إن قلت اسمحا أبتا، وما لأذنيك إن قلت اعففا صغتا، وما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. بعد الشيخ سعيد بن خلف، هذا كان عمره 70 سنة كان لم يقل هذا، أبعد 70 عاما جئت تنصح لي، أنفقتها في هوى أحبابي الأولي،
فلست سامع عذل في غوى عملي إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. وقصيدة رائعة جدا جدا جميلة هذه الوردة، لا أظن إلا أن أكثركم قد سمعها، وتخلي من غرائب الغرائب وأمهات العجائب أن دكتورا في الجامعة، جامعة السلطان، مر على تخليص الشيخ سعيد الخلفي هذه لبردة البصيرة، فقال أظن ظنا أن صاحب هذا التخليص خمس بردة إما أن يكون في زمن البصير أو جاء بعده بقليل. قلنا للبصير هذا مقدسها مساعد في عام السلطنة موجود، لا مش معقول، لا معقول حسن عمان أمة منتجة، أمة ولود، أمة ولود شعراؤها شعراء عباهر فطاحب. هذا الشيخ المسلم البهلاني غذي بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير غذي بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ عمره 17 سنة تفجر بقصيدة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول يقول غوث الوجود أغثني ضاق مصطبري سر الوجود استلمني من يد الخطر أنس الوجود قد استوحشت من ضرري وفي محالك إنقاذي من الضرر. يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يصدق الحب إلا من يموت به، ما للهوى دون حسو الموت من قدر. قال أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله، قال هذا مدق في الراس دي أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله، قال لا يصدق الحب إلا من يموت به، ما للهوى دون حسو الموت من قدر. طارحت أهل الهوى، يعني جلست أول أنا أسوق قصائد كذا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أعجب بها، لكن لما ذقت حب النبي صلى الله عليه وسلم نظمت ما فقت به الشعراء، طارحت أهل الهوى حتى بليت به وفدتهم ومشوخ خلفي على القدم. جاء بعد أبو مسلم البهلاني رحمه الله جاء أحمد شوقي ونظر في قصيدة لو سمحت غير مبرد لو تكرمت، نظر في قصيدة أقصد أريد ماء غير مبرد، ما هذا ماء بارد، أحمد شوقي التفت إلى قصيدة البصير فأعجب بها إعجابا وأطربته إطرابا ولعبا، فنسج على نسيجها قصيدة اسمها نهج البر، يقول فيها في مطلعي هريم على البان بين القاع والعلم أحل سفك دم في الأشهر الحرم لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. جاء عند كلام البصيري، هو يحترم البصيري وبردته ويجلها ويعظمها، قال الله يعلم أني لا أعارضه، الضمير عائد إلى البصيري، يقول الله يعلم أن قصيدتي هذه ليست معارضة لكلام البصيري، الله يعلم أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب الهاطل العمم، من الذي يقف أمام السيل إذا تحدر والبحر إذا تفجر. يقول أنا أتأدب لأني أقول أني معارض لقصيدة البصيري، الله يعلم أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب الهاطل العمم، مديحه لك حب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم، إلى آخر ما قال. عائد القرني جاء وسوى ميمية، لكن شوية قسوته كذا حكم أنه يعني رجل محدث شاعر، والذين يشتغلون بعلم الحديث عندهم شوية يعني اللي يشتغل بعلم الحديث يتبع كلام ابن حبان وابن معين وكذا، ويبقى كلام كذاب مجروح مدلس وكذا، ويتعود على الخلق، فأصبح عندما يعترض على شيء يشطف من كذا يطلع من العروق ما يدار. فجاء على قصيدة البصيري قال
قال أنصت لي هذا عام قرن قال أنصت لي مية جاءتك من أمم مدادها من معاني نون والقلم فوضت قريحة صد في محبتكم سيلا تحذر مثل الهاطل العمم قال الله من عظمه سيلا تحذر هايش ايش قال 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 يشير الى بردة البصيري البصيري يقول امن تذكر جيران بذي سلم مزجدا عن جرى قال دع المغاني والاطلال مائسه وخيمه وشويهات بذي سلم كلام جامد يعني في جفاف ابن احمد شوقي يقول لا الله يعلم اني لا اعارضه من ذا يعارض صوب الحاضر انتقل من الحديث عن عظمه محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعونا للحديث عن التهيب ونحن نتكلم عن هذا النبي العظيم العظمه هذه العظمه لا تموت عظمه الرسول لا تموت ابدا في قلب المحبين لعلكم انتم او الكثير منكم شاهد مشهد استقبال الكأس المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي دولة؟ في تركيا هذا ولا في البوسنة ولا ها؟ روسيا في روسيا استقبال الكأس قيل أنه كان كأس النبي عليه الصلاة والسلام جاءت به طائرة هذا الكأس الذي يقال أنه كأس رسول الله كان صلى الله عليه وسلم يشرب فيه جاءت به طائرة خصيصا لقله ونقله واستقبله الرئيس في المطار وأول يد احتوته واحتضنته يد الرئيس رئيس البلد واستقبل الكأس في موكب عظيم بهي والله لا تملك العين إلا أن تذكر هذا كأس محمد صلى الله عليه وسلم وهذه عظمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء أحدهم جاء يضع الكأس على شفته فبكى بكاء مضطرا الله يقول له ورفعنا لك ذكرك ويقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى فذكر محمد صلى الله عليه وسلم حي تملغ به القلوب الى ان جاء هذا يهودي اسمه مشيل هارت مشيل هارت يهودي الف كتاب اعظم 100 عظيم في العالم اول واحد محمد بن عبد الله اول واحد محمد بن عبد الله قال مرغم ما عرفت رجلا اثر في التاريخ وأثر في القلوب وأثر في الأفئدة وفي السلوكيات والأرواح والمواجيد كمحمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لهذا يتهيب الإنسان لما يقف أمام جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأسى والحزن والألم فلأمة تخلفت عن عظمته وتجاهلت سموه وسموها وتجلى ذلك بالتنازل عنه قدوة وقيادة اللي هو موضوع حديثنا اليوم تنازلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة وتنازلت عنه قيادة ومقتدى عليه الصلاة والسلام نحن في أمة تبحث وتلهث وراء قيادات وضيعة ساقطة متهافتة متهاوية متهالكة متردية وذلك وإن لم تنطق به الألسن وتتكلم به الأفواه لكن واقع الحال يعني هل التشبه في الكلام وفي الهيئة وفي الملبس والتغني بأمجاد أناس أموات قال الله عنهم غير أحياء وما يشعرون أي يبعدون إلا دليل المحبة والاصطفاء بلى ورب الكعبة هذا تقمص شخصيات وناس والتشبه بهم وتمجيدهم وإعلاء شأنهم وإذا أتيت تذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفه ولا الأنبياء ولا الرسل ولا ما يعرفه إطلاقا حتى مرة مذيع كان مذيع في قناة إسلامية يمر بالشارع كذا ومع الكاميرا واللاقط ويستوقف أي واحد من المرة يقول له أخبرني بأسماء أشهر اللاعبين أشهر اللاعبين ما شاء الله ممكن جوجل ينشح لك أسماء أشهر المطربين ويجيب لك أشهر الممثلين ويجيب لك وخلاه قال له اذكر 4 من الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل وقفت كذا وقفت فكر وقدر فقتل كيف قدر فنظر ثم عبس وبسر ثم قال
شريف؟ من ذا شريف عليه الصلاة والسلام؟ قال شريف؟ لا ما ألقى أبد 124 ألف نبي ما يعرف منهم نبي 124 ألف نبي ما يعرف منهم نبي غير واحد اسمه شريف ما أعرف من هذا من ذا شريف قال شريف لا يعرفون أنبياء الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما معروف محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفته والتباهي به والتفاخر به مضى قديما سننه سيرته حياته عليه الصلاة والسلام أصبحت نسية منسية في هذا الزمن في هذا العصر في هذا الوقت حتى واحد ما يعلم قال رسول الله وهذا الكلام طبعا أنا الذي يؤسفني إنما موجود بين أنا لما أتكلم هذا الكلام ما أتكلم عن طبقة الشباب الغافل لا هذا موجود حتى بين المثقفين بعض المثقفين يقول لك يقول النبي بعضهم يعني هذا لا يعني هناك شريحة مجرمة تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلاص ولا ومات مات مات انتهى هؤلاء لا أتحدث عنهم هؤلاء ضعهم في واحد من ثلاثة رفع القلم وعن واحد منهم خلوه وأحبب المجنون يعني وأفضل أما فريق آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إيش معنى لا يشرع لا يأمر ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عند القرآن الكريم يفسر بس سلم شغلت أن يفسر القرآن بس أما أن يأمر وينهى لا عجيب كلام يعني الواحد يقول يا موت زر إن الحياة مريرة ويا نفس جدي إن دهرك هازل يقول لا يشرع وإنما يفسر القرآن بس وأنزلنا إليك الذكر لتبين بس والله تعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ورسوله قال لا هو وأطيعوا الله ورسوله مرة كنت أناقش واحد يقول أطيعوا الله ورسوله ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله قال وأطيعوا الله ورسوله معنى هذا أنه فيما بين لكم عن كتابك طيب وأطيعوا رسوله قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا كيف تستذكرها يا نصر طلع هذا وأطيعوا الرسول قال لا هو ما أعرف إيش رقعها لكن ما تنبع ما ينبعته لأنه لو كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه عن الله فقط لقال وأطيعوا الله والرسول لكن قال وأطيعوا الله دل ذلك على أن الله له أوامر ونهي يجب أن تطاع ثم قال وأطيعوا الرسول فدل ذلك على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أوامر أيضا مستقلة ونواهي مستقلة يجب أن تطاع ثم قال وأولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا لأن أولي الأمر ليس لهم حق التشريع ولأن أولي الأمر ليس لهم الأحقية في التشريع قال وأولي الأمر منكم لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له حقية التشريع قال أطيعوا الرسول ولله أن يشرع قال أطيعوا الله قال الآن كتب جوري قراديشي ورضعته وين شيخك يا صاحب الفضيلة الوسيلة الدرجة العالية الرفيعة عنده من شيخك يعني قال بن مرق بن ابن ابن بن مقراس مقراس بن مقراس أو الشيخ هذه أصحاب ذي الموجة هذا توجه هذا ابن مقراس مقريس ولا اسمه نكر من النكرات غير معروف تترك علماء وأئمة الأمة قال شيخنا ابن مقراس ابن قرنس ولا ما ننسى نكرة ما معروف ابن قرنس نعم له كتاب اسمه سنة الأولين هذا الكتاب المقدس للجماعة أروج له طبعا ليك تأخذ لك عاد ابن قرناس له كتاب سنة الأولين هذا الكتاب المقدس مثل كتاب القذافي اسمه كتاب القذافي الكتاب ايش؟ الأخضر هو هذا مثل كتاب الأخضر ما ابن قرناس ذا يعتمده بعض الأرباع المثقفين ويقول لك أنه لا يشرع وتعال للآخر لا كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدبه أدب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبدا سمته
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت مرارا قصة هذا الولد اللي اتصل. ألو؟ نعم. ألو؟ نعم. ألو؟ نعم. ألو؟ نعم. مصر لازم أقول له ألو؟ ما لازم أقول له؟ لا بتقول ألو؟ ما لازم أقول له؟ قل له يا أخي قل السلام عليكم عليك 10 حسنات ورحمة الله عليك 20 حسنة وبركاته لك 30 حسنة والسلام عليكم تحية الله وتحية الملائكة والسلام عليكم كذا وسويت له محاضرة تحية وفضلها وأجرها ووجوبها وكذا. قال طيب أوكي. هذا أبدا يعني خارج التغطية ما عنده خطر إطلاقا بحدث ما سنة وتوخبر الشباب أخبرهم يقول واحد رسل لي رسالة سؤال يقول بسألك سؤال وخليك كون والله ما عاوز إيش معنى كون أبدا غير يفسر لي واحد من القواعيها قبل شوية يقول خليك كون يعني خليك فنتك قلت اسمع كيف تفسير خليك كون يعني خليك فنتك هذا باغي هيك باغي سؤال يسأل عن مسألة شرعية يقول بسألك سؤال وخليك كل شيء عجيب يعني أين سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه هذا حاله أليس مما يحزن اللب له عبث الخنازير بشرع المصطفى يحزن اللب أن يعبث بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته في زمن النحر يرحم الله أياما كان فيه الأوائل يقول الله عنهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي بمجرد أن يصدر أمر عن الله أو نهي عن الله أو أمر عن رسوله أو نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتخيرون أو يتلجلجون أبدا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما كان عند المؤمنين منهج غير هذا المنهج هذا منهجهم إذا ورد عليهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبس خاتما من ذهب في أصبعه قال يعمد أحدكم إلى قطعة من جمرة من نار فيضعها في أصبعه فألقى الخاتم أرضا قالوا لخذه وانتفع به قال الله لا ينبغي أن آخذه وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم موضع القيادة والاقتداء والتأسي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون به يتأسون به في كل أمر من الأوامر وكل نهي من النواهي ولا يتجاوزونه قيد أنملة يرد عليهم الأمر ثم يسألون إذا ما كان عنده علم يقول أبلغك في ذلك سنة عن رسول الله أبلغك في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يقف عند حدود النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوز اقتداءه به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان علماؤنا يقولون رضي الله تعالى عنهم يقول ولا نناظر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الأواهي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فليسقط أمامه كل قول ساقط أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم متى ما استمسكت الأمة لما كانت الأمة على هذا المنهاج علبت ويوم أن كانت وهي الأمة العزيزة الطاهرة تخل بشيء من سننه وآدابه وتوجيهاته تهوي كلكم تعرفون غزوة أحد السقوط الكبير الذي سقطه الصحابة في غزوة أحد إنما كان بسبب مخالفة واحدة تعرفون مخالفة قبل الرومان
نزلوا عن جبل الرما مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الهزيمة النكراء التي وقعوا فيها. جيش عمر كان يتردد مرارا وتكرارا على غزو على فتح مصر فلم يستطع. فقال عمر بعد أن أخبروه بالهزائم تلو الهزائم، قالوا انظروا في أجنادكم هل قصرتم في فرائض الله؟ قالوا لا. قال طيب انظروا في أجنادكم هل قصرتم في سنن رسول الله؟ فبحثوا فوجدوا سنة واحدة، وجدوا سنة ما وجدوا فريضة، ما وجدوا ربا، ما وجدوا خمور، ما وجدوا زنا، ما وجدوا رشاوى، ما وجدوا بلايا، ما وجدوا تبرج، ما وجدوا سفور، ما وجدوا دخان، وجدوا سنة السواك، المسواك، المسواك. جيش عمر أهمل سنة السواك. قال أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم يحيي الله العزة بكم. فانتشر الصحابة إلى النخيل يقص منها الأراك ليستاكوا. فرآهم جيش الأقباط في مصر، فرأوهم هكذا يستاكون، قالوا إن جيش المسلمين يسنون أسنانهم ليأكلون. دقوها شردة، أردوا دقوها شردة عمانية من عندي أنا، من شردوا أردوا، لأنهم فقط أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله الرعب في قلوب أعداء الإسلام. تعال توقتك الضايع هذا. كم أنا ما أقول كم سنة ولا أقول كم فريضة، أقول كم سبب من أسباب لعنة الله في أمة محمد. كم سبب؟ نعد؟ مستعدون نحسب كم؟ كم سبب من أسباب لعنة الله في الأمة؟ صبت على عفوه، لأن الله تعالى يقول لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وتعالى الناس راهم يتبجحوا، يقول الله تعالى ينسي يتبجح يتبجحون، يعني رجال قصة الجيل ده، هالجيل التعبان ده الرجال مريض، جيل مريض جدا. هالعاد ما عنده خبر محمد، يمكن بعد شوي كذا 15 سنوات لدينا جيل ما يعرف شو محمد، ما يعرف، ما يعرف. ماذا؟ جيل متهالك، جيل هالك متهاوي ذاوي، ما عنده خبر بشيء. تشريع حرام حلال، أوامر نواهي سنن واجبات مندوبات، ما موضة قديمة، موضة قديمة. جيل جيل هزيل هش جدا من كل المعاني، من كل المعاني. اللي يراويني اليوم يراوني شباب صور بنات ثلاث في مهرجان مسقط مسويات علم ايش ذا؟ علم بريطانيا. هذا اقول لك، لما اقول لك الجيل التعبان المتهالك هو هذا جيل ابدا ما عنده خبر عن دينه، لا ولاء لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما عنده. هذا اولاد، هذا اولاد البنات من 18 سنه و17 سنه و16 سنه، هذيلا طول ليلة وليلة ونهار راكع وقارئ سايل على الشات وعلى الدردشة وعلى الواتساب وعلى جيل الواتساب وجيل الدردشة والشات. هذا جيل تعبان متهالك ميت، والله لو أن له ريحة لأنتن العالم، لكن بس الله تعالى ساتر. جيل ميت هالك، دع يعني تشري فرائض الله، ما فرائض الله اصلا. الدين هذا ما عندهم ولاء اصلا، يعني حتى يقول لك، يقول لك مسلم 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 بطاقه جواز، لكن ولاء للدين ما شاء ابدا، ما شاء ولاء. لا صلاه ولا قراءه قران ولا تسبيح ولا ذكر ولا ابدا ابدا اطلاقا. هذا ايش حياته؟ تركب سياره الشام تدور شريط محاضره شيء ماشي شيء، يعني شيء نافع ابدا ماشي ابدا. اشرط كذا الجيوب ما سيارته، تكون سياره امريكيه جيوبها واجب فيها، ولكن طلع شيء شريط ديني، شيء قرض ديني، شيء كذا ابدا اطلاقا. ايش كذا اغاني عربي واغاني اجنبيه شيء، فهمه شيء عرفه واحد
قلنا ما دخلت ثانوية، ما أقول ما درست ثانوية ويسمع أغاني أجنبية. قلت له ما شاء الله أنت أحيانا ما دخلت حتى أول سنة وما دخلت، وصارت نزل عليك الوحي وعرفت الإنجليزية مرة ما شاء الله، يسمع يسمع غير أغاني أجنبية تعجب يعني، ويسكبونك ولا ما كذا أستاذ؟ هذا واقع ولا ما واقع اللي أتكلم عنه؟ يسكبونك على رؤوس أغاني أغاني، ويجيك على الفضائيات. الآن خلاص هذه أفلام مصرية وكذا، هذه أمور قديمة الآن، التركي والفرنسي لا تطورنا خلاص الآن، عشان هنا الأخلاق اللي فيه شوية ذرة أدب ولا فيها شوية ذرة أدب يموت الأدب منها، ويتبع لك الأفلام التركية والمهند وربيع في هذه فلا والله أمة تهوي وترزح وتئن. عرفوا هذا اليهود؟ تعرفوهم؟ تصنعوا باليهود؟ وهل تخفى البقر؟ يرقصون على أشلاء ودماء أبنائنا الصغار قبل الكبار. أمة اليهود أمة ما تعمل، أمة اليهود ما كمان، أمة اليهود في ذهن كل واحد منهم هيكل سليمان وكفى، ما عنده شذا عنده. ولذلك ينخرون المسجد الأقصى الأنفاق، وسيأتي اليوم الذي يهوي المسجد الأقصى فيه والمسلمين يرقصون على الأفلام التركية، المسلسلات التركية والمسلسلات واقع مؤلم. وطبعا احنا هذا الذي يرد إلينا من مسلسلات تركية وغيرها، هذا شيء يعني شيء هذا لا يذكر. أنا كنت جاي طريقي من الجزائر إلى عمان، ووقفنا في تركيا 12 ساعة بس، 12 ساعة وما نزلت يعني. ومكره أخاك لا بطل، من المطار إلى النزل 12 ساعة، ومن هناك إلى المطار بس الطريق اللي في الطريق 100 فيلم من أمثال الأفلام التركية، 100 فيلم تلقى في الطريق أنت رايح وجاي مخدم المطار. أقول هذا اللي صدروه حلنا، هذا لا شيء بعده. والقناة تجر وبما أنهم يلقى قبول وإقبال من قبل الشباب المسلمين، لذلك إذا ماتوا اسمحوا للدارجة، لكن أحيانا القلب عندما يهتم لابد أن ينفس عن نفسه. شبابنا يعني رؤوس أصبحت مزابل للوارد الدني. أقول لك اليهود لا يعبثون، ما عندهم مزاح، اليهود ذبح وتقطيع وتنزيع وسلب الأموال وانتهاك الحرمات وإبادة للخضراء وشن هجمة شرسة على كل ما في جمجمته لا إله إلا الله، وطموحهم الهيكل. وإيش اللي يصدرون نحن؟ الأفلام الجنسية والخلاعة والدعارة، يصدرون ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلموا، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا، ناموا صوموا ولا تتكلموا إن الكلام محرم. إحنا المسلمين وأبلاد ويستهدفوا لك هذا الناس 16 سنة و18 سنة و15 سنة إلى 20 سنة، هذه لا يمزقونهم تمزيقا من هذه المؤامرات التي تبعدهم عنها. وإلى في الأخير الآن ترى إيش الأفلام هذه المسيئة صلى الله عليه وسلم، إيش القصد منها؟ الميت أو المريض الذي لا حراك له، أحيانا يضطر الطبيب أنه هو يسوي له صعق، صعق كهربائي ما كذا، ولا إيش يسوى له؟ هذا إراد أن يحيى قلبه، أو أن في السابق يوخز عشان يتأكد أنه حي ولا لا، يوخزوه كذا عشان يتأكد في حياة ولا ما فيها. هم هذا أعداء الله ورسوله طعنوا الأمة طعنا في عقيدتها وحياتها وحشمتها وعفتها، وأخرجوا بنات سافرات ونشروا الخمور والسفور والتبرج والبلاء في الأمة، ثم عاد يصدروا لك فيلم، يسووا لك فيلم كذا مسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسمة كاريكاتيرية أو فيلم مسيء. ما الذي يريدون؟ يريدون استكشاف بقايا الحياة في أمة محمد، فيها حياة ولا ما فيها شيء؟ لأنه خذهم شوي لهم طعم، شو كيف شيء عندهم حياة ولا ميتين بعدهم؟ مثل العمانيين كانوا قبل، أولاد العمانيين كانوا يكبر ركبه. فيقال أن دولة ما أود أن أذكر اسمها أرسلت جاسوسا
أرسلت جاسوسا لمعرفة العلمانيين سهلنا كلهم ولا ما سهل. فهذا الجاسوس جلس في حضرة الإمام ويشوف الأوضاع فيه، فرأى أن الواحد من الأولاد نشوية إذا قيل يا فلان يطش فوق قامتين ويرجع عدا، وبعد هذا تقول يا فلان عند حرف النون عدا هو عند أبو جالس واخر لما يضر شيء يركض ما يمشي. فلما رجع إلى مرسله قال هذا أمة لا يمكن احتلالها، هذا لا يغلوك المراجع بيأكلوك قبل ما توصل. فقاموا عادي يرسلوهم مخدرات ومنونات ومفجرات ومهدئات وكذا ومنونات إلين تربعوا العمانيين. جلسوا هذه الجلسة المذكورة أعلى والموقع عليها أدنى. فجاء أرسلوا جاسوسا آخر، كيف العمانيين؟ قالوا نشوف الله عنك يا فلان. قال آه يا فلان آه، هو بمكانه جالس، وإيش فيك؟ وإيش فيك عندنا إحنا؟ مو فيك هنا، هو فيك شرقية، لغتين الشرقية إيش هو؟ وهي ميتة كده أبداً، كان حتى تعرف أنت لعلي قصرت ولا شيء، ها؟ ولا ينبك في صلاة، نبك في صلاة الحمد لله، انتقاء المعلومة الجديدة شكرا. حصل الأمر الناس وشوف كان العمانيين قبل العمانيين حتى في الرزحة، هذه الرزحة رزحتهم كانت بالسيوف وكذا، وكان كانوا أشداء، كلماتهم كلمات حربية يدل على مراجل وكذا. جيت بعد ذلك حاربت في النوم يا تتمشى وما عليها لوم، ما عليها لوم يا تتمشى وحاربت في النوم. فأصبحت الأمة تعاني من ضمور وموات وكذا، وهذا هو واقعنا المر المؤلم. هذا هذه أمة يراد بها أن تهجر نهج نبيها صلى الله عليه وسلم وتجعله يعني تذرو عليه الريح وتسفي عليه رملها وترابها ويكون نسيا منسيا. لذلك وجب علينا أن نلتفت التفاتة نعلم بها العالم أن ولاءنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يزال ثابتا باذخا شامخا راسخا لا يمكن أن يتقلقل أو يتزلزل به أبدا. يجب أن نعلم ذلك. وحقيقة شكر الله لهذه الكلية المباركة، هذا من ضمن ما نعلم به أن ولاءنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا راسخا، إذ هو القدوة والقيادة، لا يزال هو القدوة وهو القيادة عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز أن يخالف إطلاق مهما ورد أمره. قال صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة، الجيش الذي أرسله صلى الله عليه وسلم وقائده أسامة وفيه أبو بكر وعمر، أسامة عمره 18 سنة، أبو بكر وعمر شيخا الإسلام. قال أنفذوا جيش أسامة، لا يجوز لهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعلن هذا للعالم، القدوة والقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نتنازل هذا قيد أمنا. وعلينا أن نرجع إلى سيرته، الرحيق المختوم كتاب السيرة من أفضل وأروع ما ألف. ترى هناك المواقف البطولية والقيادية والامتثال والتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمبارك فول. كتاب اسمه الرحيق المختوم، دائما أنا أقول للإخوان اشتروا هذا الكتاب، قرأوا هذا الكتاب. وكتاب آخر لبنت الشاطئ، امرأة مصرية لا أدري ماتت لا تزال حية، كتاب اسمه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب من أروع ما قرأت. يعني كتاب لا أدري كم مرة قرأته، ولا أريد أن أبالغ وأذكر عددا، لكن قرأته مرارا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كتاب قيم يعني حتى الآن أظن قليل وجوده،
لكن الكتاب يبعث في مسألة الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام.